أيتها الزائرة المؤمنة، كيف تستحضرين السيدة زينب عليها السلام معك في زيارة الأربعين؟ وأنت تسيرين وتستمعين إلى مراثي العزاء بعبرة وحزن، فأنت قد استحضرت مولاتي زينب بحزنها وألمها. وأنت تسيرين وتقرئين آيات من القرآن وتلتزمين بأداء الصلاة في وقتها، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في عبادتها. وأنت تسيرين وتستغفرين لك ولوالديك، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في برها للوالدين. وأنت تسيرين وتستثمرين المشي في حفظ سورة من القرآن أو دعاء، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في علمها. فبادري من الآن واستحضري السيدة زينب عليها السلام في شخصيتك، وكوني مثالاً وقدوة للمرأة الزينبية.